أعزائنا المشاهدين الكرام، مرحبا بكم معنا في قناتكم سات تيفي. الموضوع ديالنا اليوم مختلف على جميع المواضيع اللي قدمنا من قبل. الموضوع ديالنا كيخص السيدة المغربية بالضبط، لأن الشيء اللي غنتكلموا عليه هو المجوهرات. وكيف ما كنعرفوا جميع أن ما كاينش سيدة مغربية ما كتعشقش أو مهووسة بعالم المجوهرات. لذلك اليوم كتواجد معنا السيدة أسماء عليش، اللي غادي تعطينا صورة على كيفاش بدات المسيرة ديالها في عالم المجوهرات وعلاش ما اختارتش شي مجال آخر. مرحبا بك معنا أسماء علي. السلام عليكم. أول شيء بما حكمي أنني ست والزوج ديالي أنه رجل أعمال مجوهرات، فاختاريت نكمل معاه المسيرة ديال المجوهرات. هذا هو الحافز اللي خلاني أنني نبغي نكمل في هذا الميدان هذا ديال المجوهرات، وبأن ونساعد الزوج ديالي بأنه بحكم دياله أنه أجنبي وأنا مغربية، غنتفاهم أكثر مع المرأة المغربية أكثر منه هو. شنو هو الدور ديالك في نجاح الزوج ديالك رجل أعمال حسن عليش؟ الدور بأنني الزوج، الحكم بأنني الزوجة ديالو، فكنساعده أولا كلغة بأن الحكم أنه أجنبي مصري الجنسية، شوية عنده المغربية كيفهمهاش بزاف. دابا الحمد لله 10 سنين هو في هاد البلاد، كيحاول يفهم اكثر المغربيه، باقي شويه ثقيله عنده. فلهذا انا كنتواجد معاه بالمحل وبالاتوليي، كنتساعد معاه مع الزباين ديالو. حيت هو شويه عنده مشكل ديال اللغه المغربيه، يعني بدا حاليا كيفهم المغربيه من باش يهضر بها ولا يجاوب بها الزبون، ما كتجي شويه ثقيله. فلهذا انا الدور ديالي كاساسي هنا باش نعاونو في هذا المشكل اللي عنده. قربينا شويه من الافاق المستقبليه الخاصه بك كسيده اعمال ناجحه. هو بان هذا الدومين كيخص اكثر حاجه المراه على الرجال، فانا اكيد كنطمح انني نعطي اكثر واكثر واكثر ونكمل في هذا الدومين اللي غيكون ان شاء الله حتى ولادي كيتعلموا، وتبارك الله العائلة كلها ديال الزوج ديالي اصلا هما ابا عن جد وارثين هذه الحرفة هذه. فلهذا انا ملي دخلت مع هذا الدومين بغيته، يعني عجبني وحببني، لان المجوهرات هي كتكمل المرأة في الجمال ديالها، كتعطي واحد الدور للمرأة. فلهذا فانا ان شاء الله نكمل في هذه المسيرة وما غاديش نرجع للدور، غنزيد القدام ونعطيه اكثر واكثر واكثر، لان هذا الدومين ما كيساليش، لا ما عنده لا اول ولا اخر. كيفاش ساهمت التجارة ديالكم في إنعاش سوق الشغل في المغرب؟ واش كتعتبروا شركتكم مواطنة وعلاش؟ طبيعة الحال الشركة ديالنا مواطنة، لأنها هي إن سوسيتي اللي كتخلص الضرائب ديالها، اللي تعطي فرص للشباب أنهم يدخلوا لهذا المجال ويتعلموا ويخدموا ويتعلموا في نفس الوقت ويخدموا، وكتكون كيكتسبوا واحد الاكسبيريونس اللي كتكون يعني زوينه ليهم حتى هما، حتى بحكم الا ما كملش معانا او لا هادي، يعني خدا واحد الاكسبيريونس في المجوهرات، كيمشي يخدم كيولي بحال هذا هو الدومين ديالو انه يخدم في مجوهرات. فلهذا حنا عندنا واحد النسبه ديال الشباب تبارك الله اللي الزوج ديالي قبل ما كيجيبش واحد اللي هو بحال مثلا اي واحد غيدخل غيقول لك بغيت ندخل نبيع ونشري. هاد الحرفه ماشي فيها نجي وندخل ونبيع ونشري، ماشي بحال شي شاخت ولا هذه، لا خاصك تكون فاهمه وعارفه اشنو كتبيعي، اشنو المواد اللي كتستخدميها. فحال مثلا الذهب معروف احنا ديزويكا عندنا، خاصو يكون عارف الاسامي ديال الحجاره الكريمه، الالماس، باش يفيد الزبون، لان الزبون تبارك الله احنا عندنا في المغرب تيكون فاهم وعارف اشنو تياخذ. فإلا ما لقى هذاك البائع اللي كيبيع ليه ما فاهمش، ما كيكونش واحد الكونتاكت بيناتهم. فلهذا حنا الدور ديال الزوج ديالي قبل ما كيدخل اي واحد لهذا المجال هذا، حتى كيطلعوا اول حاجه لاتولي، كيتعلم تيعرف الحجر السمي بريسيوز من الحجاره الكريمه الحره، من يعني اللي كتكون غير زاج كيف ما تنقولوا، هذاك الشيء حنا ما تنخدموش به، يعني هو تيوريهم باغ اكزومبل باش كيفرقوا ما بين هذا الحر وما بين اللي ماشي اوريجينال في الحجر. وكذلك كاينين بنات كثير اللي كياخذ الدومين ديالهم في الالماس، كيتعلموا الالماس، لا طاي ديال الحجار ديال لي ديامون ديال
الكات ديال الحجر كيفاش كيكون، يعني ما عندناش غير لي ديامون، اكثريه الناس اللي تعرفوا كاين لي ديامون فيها لي رون المدور، لا كاين الترابيز، كاين الباغيت، كاين لي ماركيز، الحجر اللي كتكون سميتها ماركيز، يعني هادشي كلشي كيتعلموا ليه مع الوقت قبل ما كيهبطوا للمحلات يبيعوا ويشريوا مع الكليين. فلهذا هو قبل ما كيكون تيبيع ويشري عنده كيطلع المدرسة كيتعلم منها، اللي بحكم الزوج ديالي 50 عام هو في هذا الدومين، يعني ابا عن جد كيف ما قلت لك ما كيبغيش يضيع اي واحد ولا يقول له هبط بيع وشري وانت ما فاهمش، لا حتى يطلع يتعلم واحد الفترة من بعد عاد كينزل باش يبيع ويشري في مع الزبائن. شنو السر وراء عدم الرغبة في الظهور ديالكم في حين أن التجارة ديالكم كتساهم في إنعاش سوق الاقتصاد والتشغيل بالمغرب، وكمان وأيضا كتساهم في العديد من الأنشطة الجمعوية؟ أنا من النوع اللي ما عندناش مع السوشيال ميديا بزاف، راجلي إلا دار شي عمل خيري فكيديروه هذاك لله، يعني بينه وبين الله ما يحتاجش أننا نديرو عليه ضجة ونقولوا إحنا فلان وعلان وعطاه ودار وفعل، هادشي ما عندناش. كيبغي كيدير داكشي كيديرو بالستره، فحتى لا شفتي حنا كبيجوتي كنديرو هذا، ما عندناش واحد المجال ديال كنعرضو بزاف المجوهرات ديالنا الاعلام، ولا كنعرضوهم بحال مثلا انستغرام ولا فيسبوك ولا هذا، ما تنحطوش قليل فين كنحطو شي حاجه. انت لو دخلتي على الصفحات ديالنا يعني قليل بزاف اللي كنحطو فيها شي حاجه، اللي كنتوكلوا على الله عندنا الزبائن ديالنا اللي عارفانا بالاختلاف على السوق كامل ديال المغرب ديال المجوهرات، ان احنا عندنا دي موديل يعني مختلفين اللي تيكونوا شويه ما مكينينش على برا، ما كاينش يعني ما تلقايش واحد الموديل ما تلقايش عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا، يعني عنده واحد التميز بالسلعه اللي كنجيبو حنايا، عندها واحد الطابع خاص حسن عليش، يعني اللي ما تلقايش عند شي حد اخر. كيفاش هو حال تجارة المجوهرات في المغرب؟ حال المجوهرات في المغرب في الاول من هذه نقول لك من اللي حنا يلاه بدينا في 2008 لحد 2011 بالضبط، قبل ما يوقفوا الاستيراد وتصدير ديال الذهب الدوله اللي وقفاته، كان اقتصاد خدام، يعني كنا داخلين فلوس خارجين السلعه كندخلوا، اقتصاد كان هذا ماشي غير عندنا حنا، الا درتي عند اللي بيجوتي كاملين غتلقاي نفس الهضره اللي غنقول لك، هي ديال الاقتصاد عندنا نزل من واحد المستوى لواحد المستوى اللي هبط لتحت 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 بزاف، بسبب الدوله ديالنا اللي وقفات هذا الاستيراد والتصدير، هو اكثر حاجه حنا باش كنا كنخدموا، ما كناش كنتسناو مثلا في حال دابا جا كليان ما جاش بعنا ما بعناش، يعني لك انت ولا كيجيك الملل انك تبقاي جالسه ما خداماش ما كتحركيش، ملي قبل كان بالعكس الفلوس داخله، كاين الناس خدامه بكثره، كتدخل كل ما كانت الفلوس كتدخل وهذا كتخدمي بيرسونيل اكثر، كتزيدي كتقلي حتى من نسبه الشباب اللي ما خدامش، كتدخلي بيرسونيل اكثر واكثر واكثر. من 2011 لدابا السوق غادي تيهبط ديال الذهب، ولا درتي عند كاع الذهبيه غيقولوا لك نفس الهضره، ان السوق هذه واحد يعني من 2008 لدابا، على ما حنا بدينا، يعني حنا بدينا في 2008 حتى حنا مازالين ان شاء الله ونكملوا تقريبا السوق كله كان كيجي عندنا، كان تيجيب ذهب كنخدموا لاتولي خدام، هذا دابا ما قلي سوق ميت كتسنى كليان ولا جوج يدخل لك في النهار، وهذه اصلا الاساس الخدمه الزوج ديالي هو الاستيراد والتصدير، يعني ماشي ما كانش كيهبط كاع المحلات بعتي ما بعتيش ما كانش مكلف بهذا الشيء، يعني خدمته الاساسيه كانت مع التجار الكبار اللي هنا في المغرب اللي كانوا كيجيو تيدخلوا كيجيبوا يعني السلعه ديالتهم، كتمشي كان خدام على طريق لابورس، يعني كانت السلعه كتمشي حتى لاسويس وكتجي كتدخل فلوس، وماشي فلوس لي واحد 100000 درهم ولا 20000 درهم ولا لا، كنهضروا على لي صوم لي كبار. من بعد ملي توقفات صافي مات سوق الذهب.
كتسنى الكليان يجي يشري ولا هذا، ما بقاش واحد الاكتيفيتي حتى مع التجار ديال الذهب ما بقاتش، يعني كل واحد ولا جالس في محله كيتسنى السلعه تجي، ولينا كنمشيو حنا خاصنا نخرجوا لبرا باش نجيبوا السلعه. لا حنا كنا بغينا دابا الناس كيجيو اجانب كيجيو كيبغيو السلعه البلدي المغربي لانه ولا تريز على مود دابا. احنا كنا بغينا نكملوا به احنا الناس تجي تاخذ من عندنا البلدي الموديلات ديالنا وتولي العالميه، علاش لا؟ ما وقفوا لنا احنا، سدوا علينا الحدود ديال هاد الاستيراد والتصدير، فما بقاش عندنا الحق اننا نخرجوا، ولا بقينا كنتسناو السوق شنو فيه شنو فيه. هادشي اللي كاين. نصيحه ممكن تقدميها للشباب الطموح؟ النصيحه نقول لهم اللي تيبغي شي مهنه ولا شي حرفه انه يكمل فيها ويعطي فيها اكثر الا بغى يوصل، ماشي من اول تجربه. كنحب واحد المهنه من اول تجربه، لا فشلت ما نعاودش، لا، حيت ما عمرك ما تنجح الا ما فشلتيش الاول والثاني والثالث، لازم تكمل. كل ما كملتي في شي حاجه كتبغيها الا غتوصل، ربي غادي يوفقك وغادي تنجح. كنشكركم مدام اسماء عليش على الفرصه اللي عطيتينا باش نقدروا نتعرفوا عليك شويه. مرحبا. وموعدنا مع لقاء اخر مع مدام اسماء باش تقول لنا اخر صيحات الموضه، وعلى شنو هي النصيحه اللي تقدر تقدم للسيده المغربيه اثناء اقتناء هذه المجوهرات. كنشكركم.